متتبعي قناة شوف تي في مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا المباشر الليلي من طنجة، وفي فقرة شكون سهران معانا هذه الليلة. مرحبا بكم في هذا المباشر لمناقشة موضوع فتح الاتحاد الأوروبي الرحلات في وجه مجموعة من الدول الأوروبية وفي وجه مجموعة من الدول من بينها المغرب. إذن مشاهدينا الكرام، كما هو معلوم اليوم الأربعاء فاتح يوليوز استؤنفت الرحلات الجوية والداخلية والخارجية بين دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك من بين هذه الدول المملكة المغربية، والتي نأمل كذلك أن تعمل الحكومة أيضا بفتح الحدود عبر المطارات. كما هو معلوم، فإن مجموعة من أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج بعد تأجيل عملية مرحبا لصيف هذه السنة التي تزامنت مع جائحة كورونا، مل العديد من أفراد الجالية المقيمة بالخارج زيارة المغرب في انتظار فتح من طرف الحكومة، والتي من المنتظر أن تبت في هذا الموضوع خلال هذا الأسبوع في إطار التدابير الاحترازية، والتي تشمل عملية تخفيف الحجر الصحي وعودة طبيعة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا. إذن شكرا كل من يتواصل معنا في هذه الفترة الليلية. رشيدة شكرا على السلام. الحسن ضيف الله، واش حلوا الحدود الجوية والبحرية؟ هذه بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي. المغرب مازال ما أصدر قرار في هذا الشأن يا صديقي، نحن في انتظار إعلان عن مرحلة رفع الحجر الصحي في مرحلتها الثالثة، والتي من المنتظر أن تشمل العديد من المرافق الهامة والحيوية. رشيد نفيلي يقول لطفك يا الله سميحة، سلام عليك، شكرا يا أختي، شكرا على التحية. محمد الحمادي شكرا. محمد الضهير من لبنان إلى طنجة، تحية قلبية، شكرا لك يا صديقي، وتحية للشعب اللبناني ولأفراد الجالية المقيمة في لبنان. أم سارة تقول نحن في انتظار قرار الوزارة المعنية، وهذا حلم المغاربة وحلم أفراد الجالية المقيمة في الخارج التي تنتظر بفارغ الصبر فتح الحدود الجوية. أنا كما هو معلوم مجموعة
من أفراد جالية مشتاقة لزيارة الأهل والأحباب. إلا أن الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد مازال لم يعلن عنها من طرف الحكومة، عبد القادر من طنجة شكرا صديقي على التحية، رشيد الفيري شكرا مرة ثانية، مرحبا يا صديقي. محمد أدبيب من إيطاليا تحية لأفراد جالية المقيمة في إيطاليا، حياة تحية لك يا أخي، شكرا يا حالات يا حياة. أسامة سلطان من الإمارات شكرا شكرا، ويتساءل متى سيخرج هذا القرار، ننتظر يا أخي خروج بلاغ مشترك خلال اليومين القادمين باش نفهموا شنو هي الإجراءات المعمول بها قبل فتح الحدود والرحلات الجوية مع دول الاتحاد الأوروبي، وما هي التدابير التي يجب أن تتخذها أفراد الجالية من أجل العودة إلى المغرب خلال العطلة الصيفية. هشام من أسفي شكرا لك صديقي، شكرا على التحية. أم هناء واش غادي يكون الحجر الصحي؟ الله أعلم يا أختي، لم يصدر أي قرار في هذا الشأن، ربما ستكون كما ذكرت سابقا ستكون مجموعة من الاحترازات الوقائية قبل دخول أفراد الجالية إلى وطنهم، لأن كما معلوم فإن المجموعة من المغاربة اللي كانوا عالقين في مجموعة من الدول منها إسبانيا وتركيا وهولندا، يعني قم يدخلوا المغرب عبر مطارات ثانية الرمل ومراكش، ثانية الرمل بتطوان ومطار المنارة بمراكش، يعني كانت هناك احترازات وقائية، جل العالقين يدخلوا الأرض الوطن مشاو يعملوا الحجر الصحي لمدة 9 أيام للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا قبل الالتحاق بأفراد عائلتهم. ولم نعرف بعد الأفراد الجالية على أنهم واش غادي يعملوا التحاليل ديالهم في الدول المقيمة ديالهم تما ويجيبوا الشواهد تثبت على أنهم غير حاملين لفيروس كورونا، هتكون هذه هي الوثيقة الرسمية من أجل الدخول إلى أرض الوطن، أم غادي تكون هناك طريقة أخرى على أن جميع الجالية اللي يدخلوا المغرب تعملوا لهم تحاليل هنا ويجوزوا الحجر الصحي مدة 9 أيام عاد كيمشيو يلتحقوا العائلات ديالهم مقيمة في المغرب. إذا هناك مجموعة من الافتراضات لم يعلن عنها رسميا، نحن في الانتظار. وسيم مرحبا خويا مصري بطنجة، شكرا لك يا وسام، أسعد الله أوقاتك ومساءك أسعد. محمد بوكرين مساء الخير، إن شاء الله يكون خير أكيد يا صديقي. أمل روبي تحية لك من برشلونة، شكرا لأفراد الجالية المقيمة في إسبانيا وبالعاصمة الاقتصادية لإسبانيا في برشلونة، تحية لكم.
وطريق السلام لكم إن شاء الله بعد فتح الحدود المغربية. كذلك لونا سلطان تقول إسبانيا حلوة بصحتكم، والمغرب أيضا حلو بشعبه. إدريس يقول واش باطو أخويا طلقوه، مازال يا أخي مازال في انتظار فتح الحدود البحرية والجوية. احنا قلنا غير دول الاتحاد الأوروبية اللي فتحت الرحلات الجوية والبحرية والبرية مع مجموعة من الدول من بينها المغرب، ولكن المغرب لحد الآن باقي ما خرجش قرار رسمي على أنه حتى هو غادي يفتح ويستأنف الرحلات ديالو مع دول الاتحاد الأوروبي. نحن في انتظار بلاغ مشترك اللي غادي يصدر خلال 48 ساعة قديمة. خديجة يوسف شكرا. أم أنس لينا يا أخي واش فتحوا ولا باقي؟ مازال بالنسبة للمغرب أقول قراو العين والله يخليكم. حنا قلنا الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء فاتح يوليوس افتاح الرحلات الجوية والبحرية والبرية مع دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع مجموعة من الدول من بينها المغرب، ولكن المغرب لحد الآن مازال المغرب ما فتحش. الله يخليكم، قبل ما تدخل تشوف الفيديو قرا العنوان باش تعرف شنو هو المحور ديالنا هاد الليله. حنا ما كنقولوش المغرب فتح. الله يخليك. اذا مباشره من طنجه مشاهدينا الكرام، وانتم معنا في هذه الجوله الليليه عبر ليل طنجة الساحر في زمن كورونا، وهذه هي الأجواء الحجر الصحي بمدينة البوغاز المصنفة بالمنطقة رقم 2. الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجيا، افتتاح المقاهي والمطاعم حتى 10 ليلا، فتح المنتزهات الطبيعية والكورنيش في وجه الساكنة. كما تتابعون نحن في نافورة عين قطيوط، كذلك نافورات في حلة جديدة، نافورات بأضواء وألوان زاهية تعطي مناظر كما تتابعون معنا منظر جميل لنافورة عين قطيوط. والساكنة فرحانين يتأملون في هذه النافورة. إذا شكرا رقية من الإمارات العربية المتحدة، شكرا لك، شكرا على تواصلك، وشكرا لأفراد الجالية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا من شارك معنا في هذا المباشر الليلي من طنجة. شكرا سواء لأفراد الجالية المقيمة بمجموعة من الدول الأوروبية والعربية. هذا إن دل على شيء ويدل على تواصلكم الدائم مع قناة شوف تي في التي تقول لكم الخبر بالصوت والصورة ليكتمل عندكم الحدث أينما كنتم. سهيلة بدري تقول السلام فوقاش تصنيف المنطقة. نحن ننتظر بلاغ مشترك من وزارة الداخلية ووزارة الصحة من المرتقب خلال 48 ساعة القادمة باش نشوفوا تخفيف المناطق، مرحلة تخفيف الحجر الصحي. حسن جاد يقول ما هي الإجراءات اللي كيطلبونا باش نجيو لبلادنا؟ باقي يا صديقي، باقي لحد الآن ننتظر
القرار في يد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالأفراد الجالية المقيمة بالخارج. محمد بوشيخي، شكرا لك، تحية لك كبيرة من مدينة تولات. شكرا لك يا أخي، وشكرا لمشاهدينا ومتتبعينا في مدينة تولات. وبهذه المناسبة نتمنى الشفاء العاجل لأيقونة الطقطوقة الجبلية الفنانة الكبيرة شام الزاز، أيقونة الطرب الشعبي الجبلي. نتمنى لها الشفاء العاجل، وهي تلقى العلاجات الأولية بإحدى مستشفيات مدينة فاس العلمية. نأمل لها الصحة والعافية والعودة بالسلامة إلى أفراد أسرتها. شكرا لساكنة تولات. عزيز فلالي، ممكن تنقل من الدار البيضاء إلى طنجة؟ ممكن يا أخي، ممكن، ولكن إلا في الضرورة القصوى. يمكنك أن تتنقل ما بين طنجة، لأن طنجة في المنطقة 2، وكذلك كازا مصنفة في المنطقة 2، لكن عليك برخصة التنقل الاستثنائية تسلم لك من طرف السلطات المحلية عند رئيس الدائرة الحضرية التي تنتمي إليها. خص يعطيك واحد رخصة التنقل الاستثنائية، يمكنك السفر بها إما على متن السيارة أو على متن قطار البراق أو قطارات الأطلس، كما أن سائقي حافلات النقل العمومي بالمحطة الطرقية بطنجة مازالين كيخوضوا إضراب، ما بغاوش يخدموا لأن ما مسلكهمش يا صديقي عملية التنقل بين المدن. بطاقة استيعابية ديال 50% داخل كل حافلة، مما جعل أرباب النقل يتفاوضون مع الوزارة المعنية من أجل النظر في قيمة الطاقة الاستيعابية لكل حافلة. شكرا مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على تواصلكم، نحن رهن إشاراتكم لاستفساراتكم. شكرا على تواصلكم معنا. عزيز فلالي، جاوبتك يا أخي، أي من طنجة فوقاش غادي يفتح المغرب؟ مازال كنتظروا يا أيوب. مريم المحبة لله، سلام تحياتي، شكرا لك يا أختي. نور نور، سلام عليك، شكرا. عزيز فلالي، شكرا. محمد علاوي من الناظور، شكرا يا صديقي، معلوماتك خاطئة يا صديقي. جعفر قمري، رقم الهاتف المحمول، شكرا. اتصل بالإدارة القناة يا صديقي إذا كنت في حاجة إلى تغطية صحفية أو عندك شي نداء أو شي مشكل. يمكن لك تصل بإدارة القناة بالبيضاء، يمكن لك يمدوك بالرقم الهاتفي بشبكة مراسلين بمختلف جهات المملكة. اليوم رأنا إشاراتكم للتواصل معكم. إذن مشاهدينا الكرام، أشكركم على تواصلكم معنا في هذا المباشر من طنجة. شكرا لما درجت شي التعليق ديالو، تبارك الله، كثير كثير من التعليقات والاستفسارات. أذكر أنكم ناقشتم معنا موضوع الاتحاد الأوروبي افتح الرحلات الجوية والبحرية مع مجموعة من الدول من بينها المغرب في انتظار فتح المغرب الحدود. قلنا شنو هو الرأي ديالكم. شكرا على تواصلكم، ألقاكم في مباشر آخر. مشاهدينا الكرام، تصبحون على ألف خير وفي أمان الله. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.